غريب، ما بصير تحكي مع مرت اخوك المرحومه هيك. الله يرحمك يا اخي، والله ما كان مقصر شو كان يعمل معها. امرك يا مو تموني على هالراس. شوفوا يا حلوين شو جايب لكم معي، هي قضامي على سكر وهي ابقي. مين بده القضامه ومين بده الابقي؟ انا بدي الابقي. وهي الابقي بلست شهد. وانا بدي القضامه. وهي القضامه للسيد رياض. بالله الاميره بنت الامره، بنت الحسب والنسب، تتكرم على راسنا وبتعملنا كاسه شاي. يلا امي فوتوا لجوا فوتوا. ادخل. السلام عليكم. وعليكم السلام، وينك انت؟ من زمان ما سمعت حسك. خير فؤاد افندي، شو بدك؟ انا حاضر. انو خير؟ دنيا قايمه قاعده، اكيد عرفت باللي صار. قصدك على الحرامي اللي نط على بيت عزمي بيك؟ ايه، شو رايك؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا سيدي، انا ضايع والناس كلها ضايعه، بس اللي بقدر اقول لك اياه انه القصه على كل لسان. وهنيك عندك مالك ملاحظ شيء؟ بصراحه لا والله. خيال، فتح عيونك، احتمال يكون الفاعل من اللي حواليك بالسوق. من هالناحيه لا تاكل هم، عيوني مفتحه 10 على 10، وخاصه من هدول اللي كانوا موقوفين عندك بالكركون. بخصوص جواد خلي عينك عليه. هلا بصراحه انا زلمه ما شفت عليه شيء، وخاصه اخر فتره ما بعرف شو قصته. بتنبه على لطيف بتقول له إذا شاف شيء أو شك بشيء يجي يخبرنا. لعيونك صار. الله معك. سلام عليكم. سلام. خلي لي إياكي نهلة خانم، توبريني تكفنيني، أعطيني أمل خانم لمصطفى. والله الشور لأبوها وإلها، وأبو رأفت هلأ ماله رايق هالكم يوم. تكفنيني يعني؟ أنت بدك ترديني خايبة؟ والله ما لي عرفانة شو بدي أقولك. اللي ببت بهذا الموضوع هو أبوها. ببوس إيدك ببوس رجلك. إيه استغفر الله العظيم. يا خانم قومي قومي، مو هيك. أعطيني أمل لمصطفى، ببوس إيدك. والله لبس أحلى لبس وعيشة أحلى عيشة، وحطها فوق رأسي أنا ومصطفى وكل أولاد. مصطفى الله يخليكي، تفضلي ارتاحي. استغفر الله العظيم. تقبريني والله ابني مصطفى كتير آدمي، وحتحبي وقت تشوفي بكرة بتشوفي. الله يسلم لك يا الله يسلم. تقبريني والله أنا بعرف إنه يعني الشغلة بإيده العزبي بيك، بس أنت كمان مفتاحه بتموني عليه وبيسمع كلمتي. والله لعيشة أحلى عيشة، وخليها بعز مثل بيت أبوها، وأنتو الله هيك يزيدكم. تسلمي يا أم مصطفى تسلمي. تقبريني نهلة خانم، إذا بدكم اسألوا عننا، نحن سجادة الصلاة ما بتنطوى، والله لحطها فوق راسي، الصدر البيت إلها والعتبة إلنا أنا وولادي. الله يديم البيت وصحابه، بدك تعطيني شوية وقت أحكي مع ابن عمي، وبعدين برد عليكم خبر. يكون إيه مو؟ تفضلي تفضلي كملي قهوتك. إيه بكملها شو علي؟ إن شاء الله عقبال ما نشربها بالأفراح. يا رب أنت كريم يا رب. مصطفى لأمل وأمل لمصطفى يا رب. وانت إن شاء الله بصدقتيها يا مو، أنا هالمسخرة كلها مفايتة براسي، وقصة الاستخارة أنا متأكد معنا هيك، بس هي وحدة كذابة وعم بتلف وتدور علينا وتتمقطع فينا بعد ما مات أخي، بس مو على كيفها منو. غريب غريب، لا تحكي على مرت أخوك هيك، عيب. شلون ما بدك يعني احكي هيك بعد الحكي اللي سمعته؟ هي وحده كذابه، بس انا متاكد في براسها موال ثاني. لا لا ثاني ولا ثالث، ياسمين ما بتكذب. لك امي انت ليش مصدقتيها ومو مصدقتيني؟ اه لك يا ابني كل شيء بهالدنيا بيصير، الا جواز ما بيصير الا بالتراضي، وياسمين ما بدها اياه. وليش بقى ما بدها يعني؟ لك هي بشو احسن مني؟ فهميني، لك قولي لي بشو احسن مني؟ لك يا ابني يلي بتترك بيتها وبتيجي بتعيش معها ما حتى ما تتركها لحالها احسن منها. بعدين ماسكه مصروف البيت كله،
كرمال أولادها وحماتها وحارمي حالها من كل شيء، مو أمها. كل هالقد هي بعالك ومقلبتك علي؟ أنا ما حدا بيقلبني عليه، أحسن منك اللي تارك أمك تعيش لحالها مشان ست الحسن تبعك. إيه أصلاً أنا كنت بدي أجيب مرتي أولادي نعيش عندك، بس الخانم سبقت علي وجابت أولادها يعيشوا معك هون، شو ساوي؟ ليلي فهميني شو أعمل؟ صدقتك يا ابني، والله صدقتك. لك على القليل يجيب لي أولادك، رح يفحم قلبي عليهم، رح يفحم قلبي. بجيبهم أمي بجيبهم، بس فهمي لي إياها لبنت السلطان إنه تبوس إيدها وشه قفا لما بدي أقبل أتجوزها، ما بكفي رح أستر عليها وهي أرملة وضب لها أولادها؟ لك شبك لك ابني؟ أنت لسانك فلتان منك ولا شو؟ هي قصة مرتاحة ومو مرتاحة، تشيل لي إياها من راسها أحسن ما كسر لها إياها، لسا كل شوي أنا عقلاتي غير عقلاتكم، أنا وأنا بخاطري. رياض معلش حبة؟ كمان ما حبيتها يا مو. يا مو إلك شغلة حتى الأبقين ما حبيتها. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام والإكرام. تفضلوا تفضلوا، كنت عم استناكم. مين قال لك إنه نحن جايين؟ ما حدا، بس من عرفت باللي صار معك مبارح عزمي بيك توقعت إنكم تجوا. وبعد ما عرفت شو رأيك باللي صار؟ بدها طولة بال، الشغلة لسه تازة، وبصراحة لهلأ ما بيّن معنا شيء. عفواً، كل ما سألناك بتقول الشغلة تازة وبدها وقت. رجاءً يا مختار بدون غلط إذا سمحت. طول بالك فؤاد أفندي، مختار مو قصده، نحن جايين نحل الموضوع مو جايين نتشاكل. فؤاد أفندي، أهل الحارة ضايجين كتير ولهلأ ما نعرف مين هو الفاعل الحقيقي، يعني عدم مؤاخذة مو حلوة بحقنا كلياتنا. يا مختار، نحن اللي علينا عم نعمله، وإلا ما ينمسك إن كان هلأ ولا بعدين مصيره ينمسك. إن شاء الله خير. أهلين ابن عمي. أهلين أم شريف. يعطيك العافية يا أبي. الله يعافيك يا بنتي، الله يرضى لي عليك، يساوي لي لقمة أكل لبي ما غسل من عيوني. أنا ولطيفة ما أكلنا، عم نستناك. يلا الله يعطيك ألف عافية يا أبي. الله يعافيك بلاقيك هون. اي والله عم استناك. كمان انت ما اكلت؟ لا انا اكلت يعني، بس بدي احكي مع منك زوز كلام. خير ابن عمي. خير؟ اذا كان حديثك بصد القابلية اجل لي اياه لبعد الاكل. لا بالعكس، بيفتح القابلية ومكتك. هات لشوف. يعني عم افكر طالما راح اتكل على الله واشتغل، شو بيصفى ناقصني؟ شغلة واحدة بس، انكم تخطبوا لي. نخطب لها؟ شو عليه؟ لك ابني هلا الواحد مو بيعبي الطاسة بعدين بيشرب؟ مظبوط. انت عم تعمل بالمقلوب، عم تشرب قبل ما تعبي الطاسة. لك شو طاسة مع طاسة يا بي؟ يعني حكي غلط؟ لك لا مو غلط، بس ما بيركب على اللي عم اقوله منو. ماشي ماشي، خلينا نلاقي لك بنت الحلال بعدين بنحكي. لا يا ابي، يعني من هالناحيه لا تهكل هم، انا ملاقيها لبنت الحلال.
لك شو عم تحكي انت؟ طول بالك يا بي، الله وكيلك صدفة لمحتها بالسوق. لك اي سوق ومين هي؟ لك من قدمه حظي قوي، طلعت بنت من عنا من الحارة. لك شو سوق وبنت من الحارة؟ لك شلون كيف انت؟ طول بالك يا بي، انا رح اقول لك شلون. كنت عند واحد صاحبي بالسوق ببيع قماش، والمستورة كانت عم تشوف قماشة عند منه ولا محتها لمح. لك انت ما بتستحي عن حالك تطلع على عرمة؟ ما عندك قصد؟ ما عندك أم بترضى حدا يطلع عليهم؟ لك يا بي عم قلك الله وكيلك صدفة، رمشة عين ودرت وشي دغري وقلت استغفر الله. لك كان كيف عرفت انه من الحارة؟ ها بعد ما راحوا سألت صاحبي، قلت له ليش ما حاسبوك هدول الجماعة؟ قال لي هدول عيال عزمي بيك، وعزمي بيك إلو حساب عند مننا كل فترة بيسددوا، وهي هي كل القصة. يا بي يعني أنا عملت شي غلط؟ بدك تخطب بنت عزمي بيك؟ ليش بني أنا؟ لا 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 ما بك شي، يعني المطلوب مني إنه أنا روح لعند عزمي بيك وأمك تروح لعند مرت عزمي بيك ونقول له بدنا بنتكن لابننا. شو عليه عجيبة يعني؟ إيه والله عجيبة وغريبة الغرائب. شوفي على هالحكي، وشو العجيب وشو الغريب فيها؟ لك هنن وين ونحن وين؟ أيوه يعني الناس هلأ صارت تنقاس بالمصاري. لا الناس تنقاس بالأخلاق والأدب والحجمة، بس هي حكاية جواز بدها مصاري، يعني بيحطوا مية بدك تحط قدامهم مية. أما نحطوا قد اللي بيصير الجدية. لك ابني شباب شوف حياتهم وحالتهم وشوف حياتنا وحالتنا، يعني من الآخر لك ابني هذا الروب ما له مقاس عنا بنوب، ومثل ما بقول المثل يلي مثلنا تعول عنا، واللي بيطلع لفوق بيقع وبتنقصف رقبته. ايوه والحاصله لا انا ولا امك قد هالفوتي، فلا تزغرنا قدام الخلق والناس. هلا اهل الحاره انت معتبرهم خلق وناس؟ الا بزمتي سدي عاق، هدول اهل حارتك وبسوا راسك، معهم حق معهم حق ما يحبوك. لا يا سيدي مو هن اللي ما بيحبوني، انا اللي لا بحبهم ولا بطيقهم ولا بشاكلهم، وكتر الله خيرك على هالكلام اللي مدوزه. بضلت على نافوخي من فوق. بسم الله ابن عمي. اخرتي رح يجلطني. يضرب على الريس، ما حبيت الشربة. تقبرني، بيهدي لك أعصابك وبيروقك وفي الشفا إن شاء الله. ابن عمي، تذكرت شغلي بدي أقول لك إياها. خير. اليوم إجت لعندي أم مصطفى. مين أم مصطفى؟ أمها للخياطة اللي بتخيط لي إلي وللبنات. خير لازمها شي يعني؟ لا 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 ما لازمها شي. شوفي إذا بدك تحكي حكي نسوان مالي خلق اسمعه، والله يخليكي. بعرف تقبرني، بعرف مالك خلق، بس هذا الحكي لازم تسمعه. لا لا شغلتي لي بالي. خير؟ الله يجعلك بخير. هي عندها ولد على 3 بنات وبدها تطلب إيد أمل. وانت شو قلتي لها؟ انا ما قلت لها شيء، قلت لها الشور لها ولابوها. ايوه وهذا الولد شو بيشتغل؟ تاجر بسوق الخياطي. انا بعرفه شايفه. والله ما بعرف، بس على حسب حكيها لا. لك شلون ما بعرفه؟ ليش هو مو من الحاره يعني الا ما اكون صادفته هون هون؟ حسب حكي اخته وامه لا له روحات ولا له جيات، مربى تربايه نسوان. وأبوه؟ أبوه متوفي وهو أخوها للخياطة. يا حبيبي شو هالرجالات؟ مدلل من أمه وأخواته، يعني آدمي كتير، من البيت للدكان ومن الدكان للبيت. طيب شو كسمه وشو موديله ليكون أجداد؟ لا أيوه ليش أجداد؟ لكان في شاب من الدكان للبيت ومن البيت للدكان، لا بيروح قهوة ولا له رفقات ولا له شلة، أكيد هذا نيقة عن الخليقة. والله ما بعرف، والله خجلتني، يعني طخت على رجلي بدها تبوسها مشان نوافق.
هذا الولد أكيد في شيء عليه. أنا ما بعرف، أنا قلت لك وأنت شوف. لا تقولي لشي، أنا بشوف. أنت بتعرفي إنه أمل هي حياتي كلها، وما رح يتجوزها إلا رجال زقلت وقبضاي ويكونوا بيستاهلها. تقبرني شو مهندبة وطيبة وما لحس. طيب هن من بيت مين؟ وين ساكنين؟ من بيت فركي، وساكنين بزقاق البوس، وبيتهم كبير وحلو. وانت شو عرفك ببيتهم؟ بتروحي لعندهم؟ لا والله ولا مرة رحت، بس نبيا هيك قالت لي. مين نبيا؟ يوه الخياطة أخته. ايوه. شو؟ اتركيني فكر وشوف. الله يقدم اللي فيه الخير. بالسكرون دويما مقبولي منك، انت بتمون على الربي. انا بس في افتصار استفسار استفسار عني، يعني انه ليش انت لحد هلا فاتح؟ في حدا بيفتح بهالوقت؟ هلا اسموناتي ما لهم وقت، بس اكيد ما عم بستني الناس اللي مثلك ومثل تشكيلاتك ونمرتك. لا يا ابو العاص زعلتني منك، شو بهون تشكيلات اللي مثلي؟ شو بني انا؟ طويل القامة، خفيف الوزن، لطيف المعشر، إنساني محب، رايق، معطاء، لا باخذ من حدا شيء ولا بعطي لحدا شيء لأنه ما معي، بس بحالي ولا حالي ومع حالي. لك لا تبحث لي هاي الديباجة الثقافية تبعك وتبع كتبك، ما لي رأي لك اليوم، الله معك، خلاص الله معك. إذا بدك معي شيء بروقك تمام، خذ لك غب نسيت. يالله ياخذك، الله ياخذك، اسمع ابن الزيق، إذا ما بتنقلعي هلا من هون بحطك بوحدة من هالسحالي وبسمر عليك للصبحيات والله. والله جبتك، أنا من زمان جاي على بالي جربك. لا تخاف، لا تخاف، إذا بدك تضلك على الحالي وعم تسكر، قربت، عم بشرك قربت. شو علي؟ خير البر عاجله، خلينا نجربها هلا احسن شيء. يا سلام، شو هاد؟ يا شو هاد؟ تضرب انت وياها، هي التصطيحة فيها بتقرب من جناب. والله هذا الموجود عجبك عجبك، ما عجبك الله معك. ليش ما بتنجدهم؟ نجد شو؟ السحالي مشان يدعوا لك زبوناتها. مين زبوناتي؟ لك الميتين اللي بيطلعوا بهي من هون للمقبره، من هون للمقبره بصير عظامهم مكاحل من هون ما بيرتاحوا. وشو رايك اجرع لهم ورد وفل هيك داير ما داير السحليه وافتح لهم بحره بالنص مع نافوره ونفس ارجيله بيروقوا؟ يا ريت الارجيله تكون عجمي. عجمك وحده تاخذ رقبتك. زين زين الرجع، يلا يلا منان. طالع شبك بستطلع وطلع من هون. لكن إلع من هون، إلع من هون، يبليك بوسم الجاج اللي ماله دوان، إلع من هون. لا طول بالك من شبك يا زلمه، شو عم تقلعني؟ ماشي، قبل ما انقلع بدي اقول لك كلمتين حطهم حلقة بإيدك. تصبح على خير. وأنت بخير، والله معك، مع السلامة. لما والله خضيت المصاري شيتي. Thank you.
جوادي انت اصيل وشام، بتمنى نقعد انا وياك ونحكي حكي حلو. انا ما بعرف شو بدي احكي بس رح جرب. انا عايشة بقفص، ولما اطلع من هالطاقة الصغيرة بحيط بيتنا المهرهر بشوف الدنيا كلها، بشوفك إلك، بشوف عيونك بحر، مدري سهل مدري جبل، ماني شاطر بالشعر بس يعني بحس فيهم حياة. انت دنيتي كلها، والضوء اللي مضوي عتمة القبر اللي معيشنا فيه خالي انا وامي. ان شاء الله بعد يومين بدي جيب لك شغلة حتى كل ما شفتيها اجي انا ببالك. انا حالتي صعبة وحزينة بس انت اجيت مثل نسمة الصيف لروحي وحبيتك. عم حس اني فرحان بس ما بعرف اذا بيضل هذا الفرح ولا لا. بتصدق وقت تمرق وشوفك من ورا الخص قد ما بدق قلبي بخاف يوقف. بس والله انت على طول ببالي، ان شاء الله تكون كل اوقاتك هنا. الله ورحمة ابي، اول مرة بحس هيك وما بعرف شو عم بصير معي. خاطرك جوادي، والله يحميك ويخلي لك أهلك. شرف عم يبصمي. واي ماي صحة وانا جواد. جواد عاوزك شوي. شبك مرقك من القهوه بدون ما تسلم علينا؟ بدك ما تاخذني يا ديبو، بس هيك شارد عقلاتي مو معي. بدي اصل على بيت عمي ابو شريف العربجي لحتى يروح لعند عزمي بيك. صحيح خير، شو صاير امبارح عندكم؟ والله ما حدا عرفان شيء يا ديبو. مرحبا عمي جواد. السلام عليكم. اهلا عمي ابو دياب، اهلين بالبول. شو قال امبارح؟ واص وملاحق على الاساطيح؟ لا مو هيك، واص بالهواء تخويف للحرامي يعني. وليش بالهواء؟ لازم حصايب. مو ليشوفوه بالاول. ان شاء الله الشغله ناكته. يلا السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا ابني باين عليه مو رايق. والله يا ابي بجوز ان الشغله صارت عندهم امبارح. والله يا ابني شغله هالحرامي في وراها إنا. شلون يعني إنا يا ابي؟ لوك اللي بده يسرق بيسرق من اول مره، هذا رايح جاي عاملها شغلته. لا معلمي مو رايح جاي، كلهم مرتين. لوك هدول اللي درينا فيهم واللي هن اشتغلوا عليهم، بس المخفي ما حدا بيعرفه، الله اعلم. الله يجيرنا. فوتوا على شغلكم يلا. كريم عليك. ايه سيد راسي هات لشوف. في شاب اسمه مصطفى بيشتغل بسوق الخياطين، كنيته فركة تعرفوا. إذا الله ما خيبني ظني يمكن يكون أخوه للخياطة يلي بتخيط لأختي أم رأفت. وانت شو عرفك بصص النسوان؟ شبان عزمي بيك، مرتي حكت لي لأنه مرتي كمان بتخيط عندها. هلأ المهم بتعرفه ولا ما بتعرفه؟ والله أنا اللي بعرفه أنه إنسان طيب ودرويش كتير لدرجة ما حدا بيعرفه. هاي مشكلة، أنا لازم أعرف أصله وفصله وشو مسموعياته. بس شو القصة فهمني؟ أنت ما بيتخبى عنك شي يا مختار. أمه لهاد مصطفى إجيت لعند أم رأفت وطلبت إيد واحدة من بناتي لأبنها. قلت لحالي لازم نسأل عنه قبل ما نصح. أيوة تكرم عينك يا عزمي بيك، بكرة منسأل عنه ومنستفهم. ما بتقصر يا أبو حكمت، وكمان خدمة صغيرة، يا ريت حكمت يمر لعند أبو حسن يخبره أنه لازم شوفه المساء. على عيني وراسي. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. يلا السلام عليكم. عليكم السلام، مع السلامة. أهلين جواد، لحظة لأخذ لك طريق. تعال تعال لا تأخذ لي طريق، مستعجل. عمي أبو شريف هون؟ إيه هون جوا، خلينا نكسبك كاسة شاي. والله ما معي وقت، خلص بس ندهله وتعال. على عين.
علين جمال، كيفك عمين؟ شو ليش ما فتت؟ والله مستعجل ما في وقت. خير؟ بيسلم عليك عزمي بيك وبيقول لك شي ساعة زمن الحريم دون ينزلوا على المدينة، فبدو اياك تمرق تاخدهم توصلهم تضل معهم ويرجعوا. على عيني، على عيني وراسي. هلا بفوت بجهز العربية وبيجي ناحكم. فوت اشرب شاي. والله ما بقدر، عندي شغل. يلا بخاطرك. الله معك. حباب الجود. أهلين شريف. لا تقلي لساتك زعلان مني. أنت شو رأيك؟ أنا رأيي إنك مسامح وما بتحط بقلبك منوب. يا سيدي الله يسامحك واعتبرني أنا نسيت. يقبرني ربك وأنا نسيت، بس لحتى أتأكد إنك نسيت بدك تعزمني على كاس شاي وعند منك بالبيت. إيه تكرم عيونك، بس بالبيت صعبة شوي، بالقهوة. ليش لك صاحبي؟ يعني البيت على قده، انت اسم الله حولك حواليك، يعني مقامك كبير. لك ايه بس البيوت بسكانة يعني مو بحيطانة. بعدين يعني عدم المؤاخذة، يعني انتو ساكنين انتو وعزمي بيك سواء يخزى العين. نحنا منشتغل عند عزمي بيك وساكنين عنده، يعني جماعة على قدنا. ايه لقيتها معناتها. منشرب كاس شاي بمعيت هالشوارب هدول عباب صغار، منيح ايه؟ لا والله مو منيح، لأنه أبي ما بيهون عليه حدا غريب يفوت على البيت. صاحبي بس هي مو حلوة منك، منوب منوب لك مدوزة. أنا شو قلت لك؟ نحن ساكنين عند عزمي بيك فما في هالموانة. بتحب القهوة من هالعين قبل هالعين. خاطرك. الله معك. بتوصل لعند ابو نوري بسوق الخياطين وبتخليه هو يسالك عنه. بتعرف يا بي عجيبه، بشوفه رايح جاي بهالحاره وما بعرف عنه شيء. بنو مو بس انا، حتى كل رفقاتي كمان اصلا ما بنحسبه من اهل الحاره. عيب هالحكي هاد، شلون ما بتحسبوه من الحاره؟ لك هذا ابن حارتنا. يا بي انا ما قصدت شيء، بس هو اصلا ما بيقرب على حدا بنو، كانه مو ساكن بحارتنا. لك يا ابني كل انسان له طبعه، وهذا طبعه هيك دائما بحاله. خلاص تيسر روح ورجع بسرعه. يلا امرك يا ابي. يلا خفوا الله يرضى عليكي، هلا بيجي ابو شريف العربجي. حتى لو اجا ما فينا نروح قبل ما تجينا بيها. شو دخل الخياطه؟ انتوا نازلين تقطعوا قماش ولا تفصلوا وتخيطوا؟ ابن عمي هي اللي بتفهم بالقياسات، نحن شو عرفنا؟ المهم اذا نزلتوا لا تطولوا، بعرفكم فتيلتكم طويله. والله بدنا ندور وننقي، يعني بدنا ناخذ وقت. ما في خواص، بضل شغل النسوان معد. يمكن اجي. فريزة، يا فريزة. نعم ستي. تعي افتحي لنبيها الخياطة. امرك. يلا لقوم انا مشان تاخدوا راحتكم. غلابة الورد. لك أهلين بالشريف، عود عود تفضل. الله يزيد فضلك. ولا إلا خلص يعني شايفك مشغول، برجع غير مرة. لك شو مشغول ما مشغول، تعا عود قربت خلص عم نطفون. إيه الله يسلم لك ياهن يا رب ويتنظف بعزك. شو بدي لك على سيرة يتنظف بعزك، يعني أبو الغلب أنت ليش لهلا ما تزوزت؟
قربت. لا تقول إلا صاري. الله بصلاة محمد. إيه والله الوالدة شايفة مستورة بنت عالم وناس وعجبتها كتير. إيه الله يتمم على خير يا رب. بس يعني شو هي الوالدة شايفتها وعجبتها؟ يعني أنت مو شايفها؟ شو شايفة ما شايفة؟ شو هالحكي هاد؟ نحن وين عايشين؟ لا عمي أنا هيك ما بتركب مع مني منوب. إذا هيك بحياتك ما رح تتجوز. لا وحياة عينك شايفها وشايفها كمان. عم تمزح؟ لك لا كان حدا بيشتري سمك بالماي. شلون شفتها؟ يعني هو أنا ما شفتها، شفتها هيك يعني بالصدفة إجت عيني بعينها. الله الوكيل. وحلوة؟ شو حلوة؟ هي حلوة ونادرة. يشهد الله بتقول لنا الأمر بعد هيك دشر من إيدك بتطلع بتقعد محل منه برياحتها. إيه الله يهنيك. وإمتى رح نفرح؟ أول غلب والله قصتي بدها دوزني. قصدك من ناحية المصاري؟ يعني بدك تقول مصاري وغير المصاري. لك شو بنا شريف، مع أساس قلت لي إنه معك مصاري. لك إيه يعني معي مصاري، بس أبوها يا أخي أبوها منزع وما بطيقه. لا تقول لي سمعته عاطلة ولو باردة. ها لا مو سمعته عاطلة، بس يعني منزع حاله على الفاضي، لا طعم ولا لون ولا ريحة. لك إذا هو منزع شو بدك فيه؟ مين رح يسكن معك تحت سقف واحد، هو ولا بنته؟ لك بنته بس يعني ما بدك أول شيء تزبط الشغلة تبعنا. طب دوزنا زبطها، شو عم تستنى؟ عم استنى الحسبة. لا أنت كلك ألغاز وما بعرف إذا عم بفهم عليك ولا ما عم بفهم عليك. هاي معمل لك هيك كاسة شاي. لا عود أبو الغلو، معلش بدي أسألك سؤال. هلا وأنا جاي لعندك في واحد هون ناتر بسطة براس الحارة تتون ودخان واللذي منه، منو ها؟ هذا واحد عواطلي سرسري. ها كل ما صارت كاينة بالحارة بتجي الحكومة بتشده، وكل أهل الحارة ما بيشتروا من عنده وما حدا بيتقلنوا. يا خرب بيته شو واطي. بعدين أنت ليه عم سأل عنه؟ لا ما في شيء يعني، بس هلا وأنا مارر كنت صار هيك يتأملني يزورني، صار يشقلني من فوق لتحت، وأنا هيك ما بدي أسحب له فكه. بتعرف أنت يعني أنا على وش الزواز ما بدي ابتلى بحدا. لا أوعك تتشاكل معه، هذا ما بيجي من وراه غير وجع الراس. بس ما قلت لي ساوي لك كاسة شاي ولا عمل لك راسك؟ لا ما بدي لا شاي ولا أرجيلة، خلاص بس هيك قلت بطلطل عليك بسلم بطمن عنها. كيفناك بخير؟ الله معه. سلام عليكم. عليكم السلام. هاتي إيدك يا خانو. شيطانك يا تيتون وسخت سناني. حبابا باي. الله حيا ميت أهلا وسهلا. بدي باكيت التنباك بدوزني على كيفة. صغير لكبير؟ كبير. كأنك مو من الحارة خا. والله مزبوط، بس جاي لعند منك مخصوص. وصلت ميت أهلا وسهلا. بالمهلي هتاك النهار كنت عم أرجل نفس عند واحد صاحبي. شو هالنفس المدوزن هاد؟ نالو شو حاطت بالراس؟ قال تنباك. نالو منعرف تنباك بس من وين؟ قام دلني عليك والله. أميت أهلين وسهلين. بالمهلي عمي إيمتى ما بدك بتجي بتلاقيني هون. لك دخيل ربك والله، من أول شحطة عرفت إنك ابن حلال ومدوزن وما بالزوغ المنوب. هذا من فضل ربك. بس يعني عم تقلي إنك على طول هون. هداك نهار طرقت مشوار طويل عريض خرمان ما لقيتك، راح مشواري كلياته على الفاضي. ليش حضرتك من وين بلا صغرى؟ يعني بيتي بعيد حوالين الشام. أميت أهلا وسهلا. بالمهلي والله أنا بالعادة بضل هون، بس هديك اليوم ولادين الحرام حبوا يقطعوا برزقي. منو هدول ولادين الحرام؟ خلاص تركها لربك. والله غير تقول، قولوا شوف شو بعمل لك فيهم، ما بيهون علي أنا بالقبضايات اللي مثل منك منوب. يا الله يعزك ويذله. آمين. حضرتك شو اسمك؟
أنا والله بيقولوا لي العنكوش. والله والنعم من العنكوش، بس ما قلت لي مين هدول؟ شوية نمانين متخبيين قفا صخرة. نمانين؟ شو يعني نمانين؟ هلا لمن النملة تندحش تحت الصخرة، أنت شو فيك تعمل لها؟ يعني ما بقدر أعمل لها شيء، بدشرها. إيه وهيك صار. يعني عدم المؤاخذة يا عمي عنكوش، بس والله حزيراتك صعبة، ما عم أفهم عليك. الحكومة هي الصخرة، والنملة هي فؤاد وجماعته. شو بهون هدول كلياتهم هالشلفة؟ لك مدري شو صاير عندهم بالكركون. قام اجوا لموا كل العباد وبالجملة سحبوني معهم. الله لا يعطيهم العافية، هدول ما عندهم نظر بنوب. وأنا لما عرفت ليش سحبوني هيك بالضبط قلت لهم ما عندكم نظر. ايه وليش سحبوك؟ لك شغلة وزويز وولاد، مدري مين ناطط على اسطوح مين وقال انا لما عرفت العقل تبعي طار. ايه شو اخذت لك زاويه بالكركون وقلت له بعد اوعى اوعى انا هي الشغله ما بشتغلها بنوب، انا شغلي كله عالتقيل، هي اسطوح وما اسطوح انا ما بساويها، هي تبع اولاد وزويز وفرافير. والله ضحك فؤاد افندي، قال لي نحن مو جايبينك مشان هيك، جايبينك مشان إيش كان بتعرف هدول اللي عملوا هاي العملة. قلت له علي ما علي يا فؤاد، إذا أنا بعرفه لجيب لك يا من أدني وبتاخده من الشواري. حلو الحكي، وانت كنت بتعرفه؟